خلاص انت متحقق. مش محتاج نترجم والله لا يجوز يعني زي احنا يا استاذ جمال المشكله معلومة. استاذ جمال المشكله ان الادوار دي لا تجوز من نجوم كره قدم عمالقه فيخرج احدهم ليحدث الناس من استوديو يعني لو عارف لو القناه فئويه ولو ان ده شيء ممجوج برضه لكن من قناه عامه عشان يقول وانت تموت نفسك ليه والدوري مش ليك اسماء كبيره يا جماعه ده لا يعني انت عايز ايه تاني حاجه اسمها المنافسه يتصدر يعني كل التواصل الاجتماعي يا جماعه داير حوالين كلامه فتكتشف انه الناس تروح واخده بقى مقاطع وكباتن الناس كلها بتحترمها في المعسكرين يقول له شفت ده قال ايه ولا اجيب لك الفيديو التاني بتاع اللي قال كنا بنتفق على ضربه جزاء وكذا احنا بنصدر للشارع المصري ايه هو حد عايز يفسد الصناعه دي وحد مش عايز الجمهور يرجع ولا ايه